ممكن تقول لنا تفاصيله لو سمحت والاضرار اللي لاحقت؟ تفاصيل بالكامل، لكن اللي حصل ارهاب اسلامي وانا بحمل الحكومه المصريه سلامه بيتي في مصر اللي هاجموه الارهابيين الاسلاميين تحت سمع ومباركه الشرطه المصريه. البيت فعلا تم حرقه يا سيادة المستشار؟ ايوه جواه ناس؟ ايوه. في اصابات؟ لا ما فيش، لان انا عائلتي معايا هنا. في لا انا بتكلم على البني هنا. مش في ناس جوه البيت اللي تم حرقه؟ هل في حد منهم اصيب؟ لا ما حد، ما فيش اصابات في الناس. طب الحمد لله. الحمد لله. لسه التفاصيل ما جتش بالكامل. لسه التفاصيل ما جاتش بالكامل. لكن انا بكشف للعمل، بحمل الحكومه المصريه مسؤوليه كل واحد يعرفني في مصر تتحملها الحكومه المصريه، تتحملها الرئيس محمد مرسي شخصيا. انا احذره واحذر اي واحد يقرب لحد من افراد الاقباط في مصر، مش افراد عائلتي، من افراد الاقباط في مصر هنحذرهم.